كيف الباب صاروا صاروا موت موت صاروخ صاروخ يبا انا ما شفت بجمالها ابد ابد يبا يبا بسالك سؤال يبا خير انت كيف حرص على امي اوه هذا حل هذا الخازوق التاريخ اللي اخذته بحياتي طيب يبا عفوا عفوا يبا انت كنت راضي بالشهاده مو بكيفي مو بكيفي شوف يا ابو خميس البنيه وجازت الخميس بس ها ترى مهرها 100,000 ريال ما تنقص ريال واحد وسيارة وسواق وخدامة بعد وسكن شرعي فهمت؟ شكبي على نعرض على طريق الملك فهد جعيل جعيل قل خيرا أو أسكتوا أنا أو لا أنت 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 تسكتوا أنا منطم انطم خميس تستاهل يعني؟ صاروخ يابا صاروخ لو باثنين مليون لو باثنين مليون موافق يا ابو علي علشان هالوجيه الطيبه اللي جات معنا ارجو منك يعني تراعينا يعني بالمهر شويه يعني انا قاعد اقول 50,000 ريال احسن اسمع عاد 100,000 ريال ما تنقص ريال واحد عجبكم يا هلا والله ومرحبا عين نفراش وعين نغطى ما عجبكم فرصة سعيدة يا حبيبي الله يسعد أيامك اسمع يا خميس أنا من رأيي أنك تأخذ بال100,000 هذه سيارة لكسز جديدة ها وتمكر شارع التحرير رايح جاي رايح من أوله لآخره ومن آخره لأوله وتنتبه من ساهر وربي شيرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب جعيل للمرة الأخيرة أرجو أن تنطم يبا هلا أنا موافق موافق لو مهرها 1,000,000 يبا موافق يبا ذي صاروخ ما تفوت ترى بموت والله موت لا لا لا, لا. يرضيك أموت يبا لا 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 كلش عاد ولا بموت ولا فلدت كبدي خميس حبيبي يعني أنت بالصاروخ إيه إيه على بركتها على بركة الله ومن وين نجيب 100,000 حنا لو نحرج على بيتنا وملابسنا ما نجيب حتى 30,000 وانا شو اسوي هذا سعر بنتهم هم اللي حطوه عموما يما الله بيفرجها ابي اتسلف منه ومنه ومنه وباخذ اقساط وبتدير ما عندي اي مشكلة يما ذي صاروخ الله يطول في عمره ما فوتها وبعدين بيني وبينك بروح لوكيل الوزارة واطلب منه سلف والوالد بيكلم ماجد عبد الله ويوسف الثنيان فهد الريفي وكل الشباب صالح النعيمة عشان يساعدوني يعني فيك شيء؟ هم فيك شيء؟ انت فيك شيء؟ كل خير